ثمن تكتل قوى الحرية والتغيير السوداني الجهود التي تبذلها مصر للمساعدة في حلحلة الأزمة السودانية، ودعا التكتل لإنهاء الصراع الحالي مبديا رفضه وجود جيش موازن للقوات المسلحة في البلاد. وأكد ياسر عرمان عضو المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية أن تسوية الصراع ستؤدي إلى تأسيس دولة سودانية خالية من الحروب وبناء قوات مسلحة تخدم الشعب السوداني استنادا إلى المبادئ والقيم. نحن نتحدث عن حل يقود إلى تأسيس دولة سودانية خالية من الحروب وإلى بناء قوات مسلحة سودانية على أسس ومبادئ تخدم الشعب السوداني، ونحن ضد عدودية الجيوش.